السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم في حل اختبارات كتاب الامتحان. النهاردة إن شاء الله هنبدأ باختبار رقم واحد، فيلا بينا نبدأ في الحل على طول. يلا بينا. أهلا بيكم مرة تانية معانا. السؤال الأولاني بيقول عربية سيارة كتلتها، ده الكتلة بتاعتها، قال إنها تتحرك بسرعة اللي هي الفي اي، فقال فيزياء ضغط السائق على الكابح السيارة يعني ضغط على الفرامل، فانخفضت سرعتها إلى 8 متر كل ثانية، يعني ده كده الفي اف. قال لي خلال زمن تي فإن مقدار متوسط القوة المؤثرة يبقى هو عايز الاف. طبعا الاف بنجيبها من قانون نيوتن الثاني، إن الاف بتساوي ام ايه، بس انا ما عنديش الايه، فانا هقول ان الايه طبعا هجيبها من قوانين معادلات الحركه اللي هي الفي اف ناقص الفي اي اوفر التي واقسمها على التي. بعد كده هشيل العجله واحط مكانها القيمه دي، يبقى دي عندي ام في اف ماينس الفي اي، كل ده مقسوم على التي، وابدا اعوض بيه الارقام. الكتله عندي هنا اللي هي 1200 طبعا، واقوم فاتح قوس ال في اف هنا بكام؟ ال في اف هنا ب 8 ناقص ال في اي ب 20، 20 على الزمن كام؟ 6، واقوم حاسب كل ده بالكالكليتر. لما احسبها بالكالكليتر هتطلع ماينس 2400 نيوتن. طيب الناقص ده معناه ايه؟ معناه ان القوه دي بتكون في عكس اتجاه الحركه، يبقى في الحاله دي هيبقى عندي الاجابه الصحيحه هيبقى عندي بي. طيب تعال نشوف السؤال الثاني، بيقول لي عندما يتحرك جسم حركة دائرية، لو أنا عندي جسم بيتحرك في مسار دائري كده، قال لي مقدار السرعة الخطية، طبعا ده كده اتجاه القوة المركزية وده كده اتجاه السرعة الخطية. قال لي مقدار السرعة الخطية، طبعا مقدار السرعة الخطية مقدار ثابت، إنما الاتجاه بيتغير، يبقى هنا هنقول إن مقدار السرعة ثابت واتجاه السرعة متغير. طيب قال لي طفل كتلته 40 كيلوغرام يتحرك أفقيا في صالة التزلق، فيكون الشغل الذي تبذله قوة وزنه عندما يقطع مسافة 20 متر. طيب لو أنا عندي طفل أهو، ده كده الطفل بيتحرك في المسافة دي كده في الاتجاه ده، يبقى ده اتجاه الحركة تمام، قال لي إنها كام؟ 20 متر، وأنا عايز القوة اللي بيؤثر بها وزن الطفل دي، طبعا الوزن ده بيكون لأسفل، فهنلاقي إن هو عامل زاوية قائمة، يعني بنقول سيتا هنا بتساوي 90، وطبعا لما سيتا بتساوي 90 انا عندي الشغل اللي هو بيساوي اف في دي كوزاين سيتا. طب السيتا هنا ب 90 وكوزاين 90 بصفر، يبقى الشغل بيساوي صفر، يبقى الاجابه الصحيحه رقم 1000. بيقول لي جسم على ارتفاع اتش من سطح الارض طاقه وضعه 200 جول، فاذا سقط الى نصف ارتفاعه السابق فان التغير في طاقه الحركه هيساوي. طيب لو الجسم ده على ارتفاع اتش وطاقة وضعه 200، لما هينزل لنص الارتفاع يبقى في الحالة دي هتصبح طاقة وضعه 100، واحنا عارفين ان مقدار التغير يعني دلتا كي اي مقدار التغير في طاقة الحركة بيساوي مقدار التغير في طاقة الوضع، يبقى بالتالي طاقة الوضع قلت ل100، يبقى مقدار التغير في طاقة الحركة هيزيد ل100، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا هتبقى 100. ده كده السؤال رقم 4. تعالوا السؤال رقم 5، بيقول الشكل البياني مقابل العلاقة بين القوة المحصلة على المؤثرة على جسم يتحرك في اتجاه ثابت والإزاحة دي التي يقطع الجسم في نفس اتجاه القوة، فيكون الشغل، طبعا الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، طبعا القوة هنا ثابتة اللي هي كام؟ 15 في الإزاحة اللي هي 5، يبقى نجيبها بقى بالآلة الحاسبة، 5 في 15 بتطلع ب 75 جول، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا 75 جول. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يوضح جسم يدور في مسار دائري ماشي منتظم تحت تأثير قوة مركزية مقدارها 100 نيوتن، فيكون الزمن الدوري. احنا هنا محتاجين من يا شباب محتاجين الزمن الدوري، هنجيب الزمن الدوري ازاي؟ اولا تعالوا نحط القوانين بتاعتنا. انا عندي القوة بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي ام اي تمام، وانا عندي A بتساوي V تربيع على R، وانا عندي ال V تربيع بتساوي 2 باي R على T، فهشيل ال V تربيع ده واحط القيمة دي، وارجع اشيل ال A واحط القيمة بتاعتها،
يبقى بالتالي هنوصل لان الاف هتبقى ايكوال ادل ام، والتربيع هينزل على الاتنين يخليها 4، وعلى الباي يخليها باي تربيع، وعلى الار تبقى ار تربيع، بس في هنا ار فيروح مع تربيع، يبقى هنا ار على التي تربيع. ده كده العلاقة اللي احنا وصلنا لها. احنا عايزين مين؟ عايزين الزمن الدوري. يبقى الزمن الدوري هيساوي جذر، عشان عندي تربيع، جذر 4 ام باي تربيع ار على اف، وابدأ بقى اعوض بقى بكل حاجة معايا. ادي الاربعة واعملها في الكتلة. الكتلة هنا مديها لي كام يا شباب؟ الكتلة مديها لي 1، يبقى 4 في 1 في الباي تربيع سيبها زي ما هي واجيبها بالآلة الحاسبة، ونصف القطر اللي هنا مديهولي 4، كل ده مقسوم على القوة. القوة هنا اللي هي 100 نيوتن، وابدأ اجيب كل ده بالآلة الحاسبة، هيطلع لي 1:26 ثانية، يبقى الإجابة الصح بتاعتنا بي. نيجي للسؤال رقم 7. السؤال رقم 7 بيقول لي إذا كانت النسبة بين كتلة الجسم A إلى كتلة الجسم B 2:1، ونسبة سرعة الجسم A إلى سرعة الجسم B 1:2، فإن نسبة طاقة الحركة الجسم A إلى طاقة الحركة للجسم B. طبعا أنا عندي طاقة الحركة بتساوي يا شباب، بتساوي نص ام في تربيع. طيب فلو جيت بالنسبة للأولاني، لو قلت ده 1 فهيبقى ده 1 فهيبقى ده 1. طب بالنسبة للتاني هيبقى ال KA 2 هيبقى نص ام 2 في 2 تربيع. طب لو عملتها نسبة كده يا شباب، هطير النص مع النص. تمام، قال لي كتلة الجسم الأول أو الجسم اللي هو A إلى كتلة الجسم B 2:1، يبقى أنا هشيل ام 1 على ام 2 كده، واحط مكانها 2:1 في وفي 2 على في 1. تعالوا نشوف هيقل بكام. قال لي وسرعة الجسم A إلى سرعة الجسم B بتساوي 1:2، 1:2 بس خلي بالنا، يبقى أنا هشيل ال في 1 على في 2 وأحط 1:2 بس في التربيع، يبقى يخليها لي 1:4. طبعا على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين، يبقى ده بيساوي 1:2، يبقى النسبة بينهم هتبقى 1:2. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي الشكل البياني يمثل العلاقة البيانية المدارية لعدة أقمار صناعية تدور حول نفس الكوكب، ومطلوب الجذر التربيعي لنصف قطرها. هنا عايز العلاقة بين الـ V والـ R. طبعا احنا لو بصينا ان العلاقة، طبعا ان الـ V بيتناسب عكسي مع جذر R، يبقى طبعا لما نيجي نرسم علاقة بيانية هتطلع ايه. ده كده السؤال رقم 8. نيجي للسؤال اللي بعديه، سؤال رقم 9، بيقول لي إذا كان الزمن الدوري لدوران الأرض حول الشمس، ده الزمن الدوري هنسميه تي، قال ويبعد مركز الشمس عن مركز الأرض مسافة مقدارها اللي هو ار، فإن عجلة الجذب المركزية للأرض نحو الشمس بتساوي عجلة الجذب المركزية للشمس نحو الأرض إيه؟ بتساوي. هنجيبها إزاي؟ أولاً هنقول عجلة الجذب المركزية لـ AC بتساوي V تربيع على ار، وانا عندي ال V بتساوي 2 باي R على T، فهقول ان ال AC، هشيل بقى ال V واحط القيمة بتاعتها وما ننساش التربيع، التربيع هينزل على الاتنين يخليها 4، وانزل على الباي يخليها باي تربيع، وانزل على ال R يخليها R تربيع، بس خلي بالنا في R تحت فيروح مع التربيع، وعلى ال T هخليها T تربيع. نبدأ نعوض، ادي الاربعة في الباي تربيع هتفضل زي ما هي ونحطها في الآلة الحاسبة. نصف القطر هنا قال لي ان هو 1:496 في 10 أس كام؟ 11. على الزمن الدوري هنا قال لي ان هو 365 يوم، 365 يوم وربع، بس خلي بالنا ده باليوم، في هنضربه في 24 ساعة، والساعة هنضربها في 60 دقيقة، والدقيقة هنضربها في 60 ثانية، وما ننساش كل ده تحت الجذر. ونبدأ نخلص الليلة دي بقى بالآلة الحاسبة، لما نخلصها بالآلة الحاسبة هيطلع عندنا 5:94 في 10^3 متر لكل ثانية تربيع، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى B. سؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول لي بقى، بيقول لي الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة المركزية F ماشي، والمؤثرة على جسم كتلته 2 كيلوغرام، يتحرك حركة دائرية منتظمة أفقية، ومربع السرعة الخطية التي يتحرك بها الجسم، فإن نصف قطر المسار الدائري المنتظم الذي يتحرك فيه الجسم يساوي.
تمام. هو عايز هنا مين؟ عايز نصف القطر. طبعا انا عندي ال F بتساوي M في تربيع على R. في الحالة دي هقول له ان الميل ده بيساوي F على V تربيع. تمام، يبقى في الحالة دي ان الميل بيساوي ال F على ال V تربيع، يبقى هيتبقى لنا من الايكويشن من المعادلة دي M على R، يبقى هيتبقى لنا M على R، يبقى الميل بيساوي M على R. تعالوا نجيب الميل. الميل طبعا ده كده الميل هيساوي دلتا اف على دلتا في، يعني بيساوي 4 على 4. طبعا هنا هيبقى التغير دلتا وهنا دلتا، يعني 4 على ال 4. قلنا ان هو بيساوي ام على ار، والام هنا بكام؟ ب 2 على الار. طبعا على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الواحد، ونعمل ده في ده بيساوي ده في ده، يبقى من هنا كده هنقول ان الار بيساوي 2 متر، يبقى الاجابه الصح بتاعتنا 2. نيجي للسؤال اللي بعديه، بيقول الشكل البياني يعبر عن العلاقة بين كمية تحرك جسم A و B والزمن والزمن. وضح أي من الجسمين يتأثر بقوة محصلة مع ذكر السبب. طبعا لو جينا بالنسبة لل A هنقول A ده إن الميل بتاعه بيساوي صفر، لأن القوة هنا مقدار ثابت، وبما إن الجسم الميل بيساوي صفر يبقى هنا بنقول عليها سرعة منتظمة، وبما ان الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة يبقى في الحالة دي بقول له ان القوة بتساوي صفر. تمام، ده بالنسبة لـ A. تعالوا بالنسبة لـ B. بالنسبة لـ B هنقول بقى، هنقول ان الميل لا يساوي صفر، فبالتالي هنا سرعة الجسم بيتحرك بسرعة، هنا هنقول عليها سرعة تزايدية، وبما انه بيتحرك بسرعة تزايدية يبقى في هنا قوة محصلة مؤثرة على الجسم. يبقى هنا بيقول لي وضح اي الجسمين يتأثر بقوة محصلة، اللي هو اقول له بي. ليه اقول له الكلام ده؟ ده كده question السؤال 11. نيجي للسؤال 12، بيقول لي سيارة وينش تسحب سيارة مخالفة على طريق افقي 1 كيلو متر باستخدام حبل كما بالشكل، فيبذل شغل على السيارة بواسطة قوة الشد في الحبل مقدارها 10 جول. احسب قوة الشد. طبعا انا عندي الشغل بيساوي الاف في دي كوزين اتش بقى كوزين سيتا. طيب هنا الشغل انا عايز مين؟ عايز القوه، يبقى القوه بتساوي الشغل على الدي كوزين سيتا، ونبدا نعوض بقى. الشغل هنا مديهولي 10 اس 5 على المسافه، هنا مديهالي 1 كيلو متر، يعني احولها للمتر، يعني 10 اس 3 في كوزين السيتا هنا ب 60، وابدا اكبها بالاله الحاسبه تطلع 200 نيوتن. ده كده السؤال رقم 12. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي جسم يتحرك 100 كيلو، جسم كتلته 100 كيلو جرام، يتحرك حركة دائرية منتظمة مع على محيط دائرة نصف قطرها 50 سنتيمتر، بحيث يستغرق زمن قدره 90 ثانية لعمل 45 دورة. احسب العجلة المركزية. اولا العجلة المركزية اللي هي الاي سي بتساوي الفي تربيع على ار، بس انا ما عنديش الفي، فالفي اقدر اجيبها من 2 باي ار على التي. طب هتطلع لنا مشكله ان انا ما عنديش تي، فاقول له ان التي بتساوي التي على ان. ابدا اجيب التي الاول، اول حاجه اجيب التي، اقول له انها التي هنا كام؟ قال لي زمن قدره 90 على كام لفه؟ قال لي 45 لفه، يبقى كده الزمن الدوري بيساوي 2 ثانيه. تمام، يبقى احنا كده جبنا التي. ممكن بقى اجيب الفي الفي لوحدها وارجع اعوض العلاقه دي، او ممكن اجيبها مره واحده واقول له ان الاي سي بتساوي 4 باي تربيع ار على التي تربيع. طبعا وابدا اعوض بقى، ادي الاربعه في الباي تربيع زي ما هي، ونجيبها بالاله الحاسبه، ونصف القطر هنا 50، خلي بالنا 50 سنتيمتر، يعني نقسمه على 100 هيطلع 5/10 على الزمن الدوري بتاعنا اللي هو 2. طبعا 2 تربيع، ونبدا نحسبها بالآلة الحاسبة. هتطلع معانا كام؟ هتطلع 4.94 متر لكل ثانية تربيع. ده كده السؤال رقم 13. نيجي للسؤال رقم 14. 14 بيقول لي احسب عدد ايام السنة الارضية اذا تخيلنا ان المسافة بين مركز الارض والشمس قل الى النصف نصف قيمتها بفرض ثبات مدة دوران الأرض حول نفسها. طيب تخيلوا أنا مثلا عندي ده الشمس، ماشي، هنقول عليها الصن، وادي عندي
الايرث اهي، ده كده الارض، تمام. قال لي المسافة بين مركزهم كان اسمه ار. تخيلنا ان المسافة دي قلت لي النص، فاصبحت المسافة دي كده كام؟ قال لي انها اصبحت نص ار. عايز الزمن الدوري. الزمن الدوري ده بقى في الحالة ده هيبقى بيساوي، تخيلوا يا شباب كان في علاقة بتقول لي خدناها، بيقول لي ان الزمن الدوري تي تربيع بيتناسب طردي مع نصف القطر تكعيب. ده كده علاقة كنا خدناها قبل كده. جد ازاي؟ تعالوا ما اقول لكم جد ازاي. بقول له السرعة المدارية بتساوي الجذر التربيعي لي جي ام على الار، وكذلك بتساوي 2 باي ار على تي. طيب الاثنين دول هساويهم ببعض واخد الجذر التربيعي، واخد اربع هنا واربع هنا عشان اطير ايه الجذر. هيطلع لي هنا كده بقى ان جي ام على ار ده بيساوي 4 باي تربيع في ار تربيع على تي تربيع. اضرب طرفين في وسطنا عشان اجيب التي، هقول له ان التي تربيع هتساوي ادي 4 باي تربيع، وفي هنا ار في ار تربيع، تطلع ار تكعيب على الجي ام. هنلاحظ بقى ان كل الجزء ده ثابت معانا، يبقى من هنا كده هنجيب العلاقه اللي هي التي تربيع هتبقى بتتناسب طردي مع ار تكعيب. يعني لو انا قلت ان تي واحد تربيع على تي اتنين تربيع يبقى يساوي ار واحد تكعيب على ار اتنين تكعيب. تعالوا نعوض بقى. تي واحد تربيع بكام يا شباب؟ قال لي ان هو بالسنه الارضيه اللي هي 365 يوم وربع. طبعا انا مش هحولها لان هو عايز الزمن الدوري الثاني بنفس الايام بـ بـ باليوم. يبقى هنا اقول 365 يوم وربع واقوم قايل ايه تربيع على الزمن الدوري اللي هو تي 2 تربيع طبعا اللي احنا عايزينه، ار تكعيب اللي هو ار واحد ار تكعيب على الزمن قلل النص، يبقى هاخد نص ار وكعبها. طبعا التكعيب هينزل على النص يخليه واحد على 8، وادي الار تكعيب. طبعا هنشيل الار مع الار ونضرب طرفين في وسطين وناخد الجذر، يبقى التي بتساوي 365 يوم وربع طبعا تربيع مضروبه في التم. كل ده تحت مين يا شباب؟ تحت الجذر التربيع. وابدا احسبها بالاله الحاسبه. لما احسبها بالاله الحاسبه تطلع 129 يوم واربعة من عشرة، تمام. يعني لو المسافة بين الارض والشمس قلت للنص يبقى زمن السنة الارضية هتساوي 129 يوم و14 من 100 يوم. ده كده السؤال رقم 14. نيجي للسؤال رقم 15. بيقول لي راجل وزنه 645 نيوتن يحمل حقيبة كتلتها اللي هي M ويصعد سلم حتى وصل إلى ارتفاع اللي هو H فوق سطح الأرض. احسب مقدار الشغل الذي يبذله الراجل على الحقيبة. يبقى هو عايز الشغل اللي بيبذله الراجل على إيه يا شباب؟ على الحقيبة. يبقى في الحالة دي إن وزن الراجل ده مش محتاجينه في حاجة. هبدأ أقول له بقى إيه؟ إن الشغل بيساوي القوة في المسافة. طب القوة هنا اللي هي عبارة عن قوة وزن الحقيبة اللي هي بتساوي mg، والمسافة يعني الارتفاع اللي هو طلعه اللي هو h، وابدأ اعوض بالارقام. الام اللي هي هتبقى 7.5 في عجلة الجاذبية مديها لي 10 في الارتفاع اللي هو 8.2، وابدأ اخلص كل ده بالآلة الحاسبة. هتطلع كام؟ تطلع 615 جول. ده كده المسألة رقم 15. نيجي للمسألة رقم 16. بيقول لي احسب مقدار القوة المحصلة المؤثرة على كتلة وعجلة تحرك. عايز مين يا شباب؟ عايز مقدار القوة المحصلة. طبعا القوة المحصلة هقول له ان القوة المحصلة بتساوي F1 ناقص F2. F1 اللي هي 400 ناقص F2 اللي هي 150، واجيبها بالآلة الحاسبة تطلع 250 نيوتن. طب عايز عجلة تحركها، ما انا هقول ان الاف بتساوي ام اي، ومنها هقول ان الاي بتساوي اف على ام، يبقى القوة هنا انا جايبها 250 على الام مدالي ب 50، واجيبها بالآلة الحاسبة هتطلع طبعا صفر مع صفر، فعلى الخمسة فيها الواحدة، الخمسة فيها الخمسة، هتطلع 5 متر كل ثانية تربيع. ده كده المسألة رقم كام؟ 16. نيجي للمسألة رقم 17. بيقول الشكل المقابل يوضح بنتول بسيطة تحرك من النقطة A إلى النقطة
بي إلى الوضع سي. قال لي ارسم على الشبكة البيانية المقابلة العلاقة بين كل من طاقة الوضع وطاقة الحركة والطاقة الميكانيكية للبندول مع الزمن موضحا المواضع الثلاثة. طبعا هنا كده عند النقطة ايه، بقول له ان طاقة الوضع بتكون اكبر ما يمكن، وطاقة الحركة بتساوي صفر، وبيكون الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع. لما هينزل عند بي هيبقى في الحالة دي، هقول له ان طاقة الوضع بتساوي صفر، وطاقة الحركة بتكون اكبر ما يمكن، وفي الحالة دي طبعا الطاقة الميكانيكية مقدار ثابت بتساوي طاقة الميكانيكية، تمام. وهيحصل هنا كذلك عند النقطة سي. طيب لما هنيجي بقى عند النقطة ايه، هتبقى طاقة الوضع اكبر ما يمكن، هتبقى في الوضعية ده كده، هتبدأ بقى ايه تقل تقل لحد ما توصل لمين، لتوصل ل بي. ده كده هنقول الوضع ايه، وده كده الوضع بي. ده كده بالنسبة لمين، بالنسبة للي احنا رسمناه ده طاقة الوضع. بعد كده هتبدأ تزيد تاني، تزيد تاني لحد ما توصل للوضع ده كده سي. ده كده طاقة يا شباب، طاقة الوضع. طيب تعال نشوف طاقة الحركة بقى. طاقة الحركة طبعا هتبدأ من ايه، هتبقى بصفر اهو، وتبدأ بقى تحصل لها ايه، هتبدأ تزيد 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 لحد ما توصل لأقصى قيمة عند بي، وبعد كده هتبدأ تقل تاني لحد ما توصل صفر تاني عند مين، عند سي. ده كده بالنسبة لنا طاقة الحركة. طيب نيجي للطاقة الميكانيكية. طبعا الطاقة الميكانيكية مقدار ثابت، يعني بتساوي طاقة الوضع، طاقة الوضع عند A وبتساوي طاقة الحركة عند B. يبقى في الحالة دي هتبقى الطاقة الميكانيكية ماشية كده، ده كده الطاقة الميكانيكية. يبقى احنا كده رسمناهم طاقة الوضع وطاقة الوضع، طاقة الوضع وطاقة الحركة والطاقة الميكانيكية. ويبقى ده كده السؤال رقم 17 وآخر سؤال معانا في الاختبار ده. ويبقى كده خلصنا اختبار رقم 1، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله في اختبار رقم 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.